إجداع القعدان والكلمة والميكروفون للزميل مطلق العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أحييكم بدوري أنا في هذا الانطلاق الموفق إن شاء الله على الهواء مباشرة من هنا من درة ميادين الخليج، ميدان الشحانية، حيث تندفع هذه الأصايل اليوم السبت السابع من نوفمبر عام 2020، اليوم الذي يوافق للواحد والعشرين من ربيع الأول لعام 1442 للهجرة في محلينا الخامس في آخر أيام سباقنا المحلي الخامس ومرحلة الصغار. تابعنا قبل لحظات شعار بن هام لا ينتزع ويحقق أول نقطة صباحية حقق هذا الشعار المميز مع هذا الصباح في أول الأشواط الصباحية لتندفع على بركة الله في هذه الأثناء. أسماء كبيرة حاضرة في شوط رئيسي خاص بالقعدان، طبعا شوط مفتوح وأسماء عملاقة وشعارات تتواجد في هذا الشوط باحثة عن تحقيق ناموس الشوط الأول من الستة كيلومترات. البداية والمركز الأول، هناك الأسد على المركز الأول، راشد بن علي بن حمد ألف هيدا المري على المركز الأول وعلى صدارة ومقدمة الشوط، يليه الواش على المركز الثاني بشعار مبارك بن سعيد بن هدوب الوهيبي على المركز الثاني، احد شعارات اخواننا القادم من السلطنة. المركز الثالث الباز، على المركز الثالث راشد بن سالم بن صالح بن راشد القمرة، على المركز الثالث، على المركز الرابع مهيب فهد بن محمد بن راشد الدوسري على المركز الرابع، والمركز الخامس يتواجد وينطلق بالمركز الخامس ثمين خالد بن طالب بن مسلم بن عقيل آل نابت. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام، أول إعلان لهذه المجموعة، خمسة أسماء وخمسة شعارات، وهذه الأسماء المنطلقة والمندفعة الباحثة عن تحقيق الناموس. عودة إلى المركز الأول إلى صدارة ومقدمة الشوط، الأسد يحتل المركز الأول ينطلق في صدارة ومقدمة الشوط، راشد بن علي بن حمد بن مبارك ألف هيدا المري على المركز الأول يسيطر ويتربع على عرش صدارة هذا الشوط في المركز الأول. المركز الثاني ينطلق شعار الوهيبي على المركز الثاني، المركز الثالث هنا يتجاوز ويعبر إلى المركز الثالث شعار الدوسري على المركز الثالث، طبعا آخر اسم مدون عندي فهد بن محمد بن راشد الدوسري مع مهيض على المركز الثالث. المركز الرابع الباز، على المركز الرابع راشد بن سالم بن صالح بن راشد على القمرة على المركز الرابع. المركز الخامس رقم سبعة على المركز الخامس شاهين عبد الله بن مبارك بن راشد الشهواني الهاجري. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام، مرة أخرى لحضراتكم إعلاننا الثاني في هذه المسيرة، مسيرة الستة كيلومترات، مسيرة الناموس، مسيرة البحث عن تحقيق ناموس الشوط الأول الرئيسي في الشحانية، في آخر السباقات المحلية لسن الجزاع قبل مهرجان المؤسس الكبير إن شاء الله اللي سينطلق إن شاء الله
الله في نهاية هذا الشهر. نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى التوفيق للجميع. ختمنا ندانا عند الرقم 7 وهو شهيد عبد الله بن مبارك بن راشد الشهواني الهاجري على المركز الخامس، نقلة ونتقدم مع حضراتكم إلى المركز الرابع. إلى المركز الرابع الباز راشد بن سالم بن صالح بن راشد القمرة على المركز الرابع، ونقلة أخرى مع حضراتكم إلى المركز، إلى المركز الثالث، إلى المركز الثالث اللي يتقدم وينطلق الواش. مبارك بن سعيد بن هدوب الوهيبي من السلطنة قادم، من سلطنة عمان الحبيبة قادم، منطلق على المركز الثالث. نقلة أخرى أيضا نتقدم مع حضراتكم لنعلن المركز الثاني من المركز الثاني شعار الدوسري على المركز الثاني، وينطلق شعار الدوسري على المركز الثاني مع مهيض فهد بن محمد بن راشد الدوسري، اسمه ارتبط بهذا الشعار ميض. الله على المركز الثاني ينطلق، يبحث عن تحقيق الناموس، لكن الصدارة عند من؟ الصدارة والمركز الأول مع مقدمة الشوط الأسد هنا يتربع في هذه اللحظات على المركز الأول وعلى الصدارة. ينطلق راشد بن علي بن حمد بن مبارك ألف هيدا المري على المركز الأول وعلى صدارة ومقدمة الشوط المنعطف الأول نحو خط النهاية. يا سلام، بدأت السرعة تزيد في شوط رئيسي، ترقب تحفظ من هذه الشعارات عن تحقيق الناموس. اسم جديد ينضم لمعركة الناموس وهو لم ماح صالح بن حمد بن مبارك بن بعهان المري على المركز الثالث، ينطلق بالمركز الثالث هنا يتجاوز المركز الرابع. المركز الرابع اسم جديد ينضم مع غياض عبد الله بن جابر بن حمد البريدي على المركز الرابع. والمركز الخامس، المركز الخامس الباز راشد بن سالم بن صالح القمرة، عودة إلى المركز الأول، إلى المركز الأول، إلى صدارة ومقدمة الشوط شعار بن كاظم، شعار بن كاظم على المركز الأول. المركز الأول ينطلق ويندفع على صدارة ومقدمة الشوط الأسد راشد بن علي بن حمد بن مبارك ألف هيدا المري مع المركز الأول. يا سلام، يلا يا بن كاظم، الطريق أمامك مفتوح إلى خط النهاية. بدأنا بالهبوط التدريجي إلى خط النهاية. الدوسري، الدوسري خطير، راعي مهيض، راعي مهيض، يلا يلا يا راعي مهيض، ولكن بن هاملة قادم، بن بعيها القادم على المركز الثاني، الى المركز الاول، الى صدارة ومقدمة الشوط. لماح 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 صالح بن حمد بن مبارك بن بعيهان النابت المري مع المركز الاول مع صدارة ومقدمة الشوط في اول الاشواط الصباحية، في الشوط الرئيسي، في الشوط الاول، في الشوط الحساس. قبل لحظات فاز معنا هذا المضمر في شوط رئيسي، في شوط الرئيسي الابكار، وها هو يعيد الكرة مرة اخرى وينتزع، وينتزع الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان. يا سلام، بن هاملة على المركز الاول يسيطر وينطلق ويندفع ويحقق ويفوز معنا في الشوط الرئيسي الاول الخاص بالقعدان. يا سلام، صباح الناموس، صباح ولا اروع، صباح الفوز باول الاشواط الصباحية. وهذا هو لماح ينتزع ويحقق ناموس الشوط الاول الرئيسي الخاص بالقعدان مع شعار بن هاملة. تهانينا والناموس على فوز لماح بالمركز الاول. المركز الثاني، المركز الثاني الاسد راشد بن علي بن حمد بن مبارك الف هيدا شعار بن كاظم، شعار بن كاظم على المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث مطران حمد بن صالح بن حمد بن محمد بن صلعة. المركز الرابع،
المركز الرابع مداوي سالم بن حنزان بن خاتم آل حنزان النعيمي، والمركز الخامس وصل الصارم محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. متابعينا مشاهدينا الكرام، هذه نتيجة المراكز الخمسة الأولى. على حضراتكم، فاز معنا في هذا الشوط شعار بن هاملة 9:19 37 جزء من الثانية، لماح صالح بن حمد بن مبارك بن بعيهان آل نابت المري. أهني على هذا الفوز في أول الأشواط الصباحية. المركز الثاني، الأسد راشد بن علي بن حمد بن مبارك الفيدا المري. التوقيت الزمني 9:23 31 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث، نمبر 2، وهو حمد بن صالح بن حمد بن محمد ابو صلعه، فاز معنا بالمركز الثالث 9:25 85 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.